طابت أوقاتكم. كل منا حاول أن يعبر عن مخاوفه ومعاناته في زمن كورونا، واجتهدت الآداب والفنون في قول ما لم نستطع التعبير عنه، لكن الصورة كانت أبلغ وأقدر على التوصيل. صور الأطقم الطبية وقد خارت قواهم وحفرت الكمامات أخاديد في وجوههم، الخوف، الألم، الرجاء الناطق في الوجوه، الكمامات والمشاعر المتشابهة التي غلبت على اللون والعرق وثنائية الجمال والقبح. كل هذا نقله إلينا فن البورتريه، فن رسم الوجوه وتعابيرها، الذي صاحب الإنسان منذ الفراعنة حتى اليوم. فما الذي تغير في هذا الفن بعد الجائحة؟ وكيف ولماذا كان الأكثر تأثيراً في وجدان الناس؟ ملف حلقة اليوم من ضمائر متصلة مع فنان البورتريه السوري حسام علوم، صاحب لوحة سيريا ليزا الشهيرة والرسام البارز في التعبير عن الجائحة، نحاوره بعد هذا التقرير. الوجه معرفنا الأول لدى الآخر الذي به نعرف قبل الاسم، كاشف أو كاتم أسرار النفوس، حضر في الفن منذ وجود الفن، فرسم على توابيت الفراعنة ليرتدوه مرة أخرى عندما ترد فيهم الروح. وكذلك اعتنى حكام وفرسان اليونان والرومان برسم وجوههم أو نحتها في أيقونات تشي بالهيبة والجلال، ليرى منهم الناس ما يريدون إظهاره للناس لا ما هم عليه. وبذلك تكون نشأة فن رسم الوجوه البورتريه أقدم من المدارس الفنية التي بدأت تتمايز في القرون الوسطى، حتى إن البورتريه الذاتي الذي اشتهر في آخر تلك الحقبة سبق إليه أخناتون عندما حظي بالبورتريه الذاتي الأول في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وعلى أن بعض النقاد يضعون فناني البورتريه في المقام الثاني عند تصنيف الرسامين، فإن لوحاتهم العظيمة التي ألهمت البشرية منذ لوحات السيد المسيح وأمه مروراً بالموناليزا وذاتيات فان كوخ وصولاً إلى بورتريه زمن كورونا تفسد على النقاد تصنيفهم أو ترده عليهم، فالأزمنة تقرأ من وجوه أبنائها، تلك الوجوه التي تحفظها الذاكرة في الحالتين باسرة أو ناضرة. وجاء كورونا ليعيد الاشتياق إلى صورة الوجه الكاملة في زمن أكل الملامح وأوغل في تجريح الوجوه وتشويهها، فلم يصل فن أو أدب المقام الذي وصل إليه فن البورتريه بشقيه الرسم والتصوير في إعادة الاعتبار للوجه بغض النظر عن ثنائية الجمال والقبح التي كانت حاكمة. فالوجه الذي غارت فيه حدائد الكمامة أكثر وناله حظ أوفر من الإعياء والمكابدة في سبيل إنقاذ الأرواح هو الوجه الأحب الأجمل، معادلة لم تكن لتوجد لولا فن رسم الوجوه ونقل ما تخفيه الأنفس وراءها في زمن الجائحة. لمناقشة الموضوع يسرني أن أرحب بالفنان التشكيلي السوري حسام علوم، ينضم إلينا من كندا. مرحبا أستاذ حسام. يسعد أوقاتك أستاذ ياسر، أهلا فيك. أهلا وسهلا صديقي، اشتهرت وعرفت في فن البورتريه، عرفناك من خلال تجسيد المأساة السورية في ملامح الوجوه خصوصا لوحتك الشهيرة سيرياليزا، وبعد كورونا أقمت معرضا للوجوه التي أثرت فيها الجائحة. هل ما زلنا نقرأ العالم وتغيراته بقراءة ملامح الوجوه وتعبيراتها، أم هي حالات ذاتية فقط؟ من المؤكد انه فن البورتريه هو من الفنون التي واكبت التطور الانساني عبر العصور بناء من فتره تسجيل الانسان لتاريخه الاول لتاريخنا اليوم للزمن اللي عم نعيشه بوجود هذا التطور التكنولوجي. الفن البورتريه هو بشكل حالة الوعي الأولى عند الإنسان، فأنا برأيي ما زال قادر وما زال يشكل جزء أساسي من جزء أساسي من التعبير عن زمننا وعن تاريخنا، وبيلخص كثير حكايات وقصص. طيب، كان لهذا الفن حضور طاغ
في زمن كورونا تحديدا. هل بالتأكيد. هل استطاع التعبير عن الجائحة بأدوات جديدة أم استخدمتم نفس أدواتكم القديمة؟ في الحقيقة الموضوع الأدوات بالنهاية هي وسيلة للتعبير. أما إذا ما نحكي عن فن البورتري بالجائحة، فأكيد هاي الجائحة هي أثرت على 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 كل شيء عند على تاريخ البشر، على الزمن اللي عم نعيشه، سواء بالأمور الكبيرة، بسياسات الدول، وصولا إلى عاداتنا اليومية كبشر. فأكيد أكيد تأثير الجائحة على فن البورتري كان له تأثير كبير، سواء من نتج من تعبير الفنان عن الهواجس الداخلية اللي جواته، أو من خلال محاولة الفنانين للعمل على عكس هاي المرحلة من خلال أعمالهم الفنية وخاصة البورتريت. وبما أنه نحن عم نحكي عن شيء دخل جديد على حضارة الناس واستخدامهم للكمامات، فنحن بالتالي عم نحكي عن الوجوه. وما دخلت هاي الحالة وجود الكمامي بشكل يومي، الكمامي ما كانت مجرد وسيلة لنحمي حالنا من الفيروس، كمان هي خلتنا نخسر جزء كبير من أدواتنا للتعبير، من أدواتنا للتواصل مع بعضنا. نحن بنعرف قديش لغة الجسد هي لغة مهمة جدا للتواصل، فأكيد الفنان نقص جزء أساسي من مكونات العمل الفني تبعه ليقدر يوصل البورتري لحالي من التعبير، أو يحمل معاني نفسية أو الرسالة اللي بده إياها الفنان. فصار فينا نقول وجود الكمامي عم يقتطع جزء كثير مهم بالنسبة للفنان. حضور الكمامي صار له تعبير آخر، يعني تعبير عن هاي المعاناة. وجود الكمامي مثل ما بنعرف نحن مصطلح تكميمي بيجي بشكل عام له علاقة بقمع الحريات. فإجت وجود الكمامي كان له أبعاد كثير جديدة، وأنا بعتقد أنه التجربة الفنية بشكل عام ما زالت قيد النضوج، لأنه الإنسان بده وقت بشكل عام لمنه يقدر يحصل على المنتج بشكل حقيقي. لأنه كل ما زاد استخدامنا أو حضور الكمامي بحياتنا، فأكيد رح تخلق مواضيع ورح تخلق كثير أفكار وممكن ردود فعل. أوقات الفن هو مش ضروري يكون يعني بس تعبير، أوقات بيكون أكيد هو موقف، أوقات تمرد. صحيح. فأكيد وجود الفنان بحياتنا كأشخاص رح يعبر عنه الفن بطرق كثيرة على المستقبل، إضافة للمواضيع اللي صارت لحد تاريخنا اليوم، أو حضور الكمامي بالفن بشكل عام لهي الحد. طيب، سنعود إلى موضوع كورونا وبورتري كورونا، ولكن دعنا نؤصل للموضوع أولا. يقال إن هنالك علاقة بين البورتري والمعتقدات الدينية، ما هي هذه العلاقة وهل ما زالت موجودة ومؤثرة لحد الآن؟ يعني مثل ما بنعرف إنه فن البورتري نشأ فينا نقول قبل الميلاد بكثير، يعني حتى فينا فن البورتري نشأ منذ الوعي الأول عند الإنسان، من وقت ما كان يرسم على جدران الكهوف. وأكثر شيء ظاهر في التاريخ هو وجود فن البورتري بفترة الفراعنة. في زمن الفراعنة كان له حضور، بس كان حضوره كثير مختصر بفكرة الخلود عند الفراعنة، فكرة العودة للحياة. وكان بهذيك المرحلة ما في ظهور لهوية الفنان، لأنه الفنان كان عم يؤدي وظيفة، وهي تأكيد هاي ثقافة الفراعنة أو معتقداتهم بهذيك الفترة. وأنا بتصور الموضوع عن وجود البورتري اليوم هو امتداد لهذيك التجربة عند الإنسان كتجربة، لأنه مثل ما بنعرف أنه فن البورتري انتقل من مراحل كثير
ضمن قراءات تطور التاريخ الإنساني، سواء عند الإغريق أو عند الرومان. كما ذكرت بالتقرير أنه كان فعلا عند الإغريق هو كان يظهر السطوي والهيبي والوقار، فكان استخدام فن البورتري لا يختصر على المقدسات، أو كان هو متاح للعامي في, في, في الساحات في أماكن العامي، وكان له دور كبير في التأثير على 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 الفكر الجماهيري عند الشعوب. وكان من خلال فن البورتريه يقدروا يعظموا شخوص أو يعظموا الأفكار، ويقدروا يثبتوها بالذاكرة البصرية عند الناس. فمن شان هيك البورتريه هو جزء من 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 تاريخ طويل للحضارة الإنسانية، وكمان تطور كثير. يعني نحن مثل ما بنعرف بعصر النهضة، بعصر النهضة بظهور يعني حالة البرجوازية، تبنت الفن، وصار الفنان أكثر حرية بالتعبير عن أدواته، لأنه سابقا كان الفن كثير مرتبط بالدين، خاصة في مرحلة يعني في العصر البيزنطي كانت الكنيسة مثلا مسيطرة على فن البورتريت، وكان هو أحد الوسائل المهمة لتسجيل القصص الغيبية، فينا نقول صحيح، اللي كانت بتحملها هاي الكتب والرسائل. طيب، يعني أنتم التشكيليون تنسبون البورتريت لكم فقط للرسم، سواء الرسم أو التصوير، ولكن يعني هنالك أقوال بأنه لا، موجود في فنون أخرى، وهذا ما سأناقشه معك بعد فاصل قصير. فاصل ونتابع هذا الحوار أحبتي. مرحبا مجددا. قبل مواصلة حوارنا نشاهد بعضا من أعمال ضيفنا الفنان حسام علوم. إذن أستاذ حسام، هل أنتم تحتكرون فن البورتريه فعلا، أم أن له تجليات وحضور في الفنون والآداب الأخرى غير الرسم مثل الشعر أو القصة مثلا؟ بالتأكيد فن البورتريه هو فن ما فينا نحتكره بس بالناحية البصرية، أو خلينا نقول باللوحة فقط. ففن البورتريه أكيد موجود بالعديد من الفنون مثل الشعر والأدب. يعني أكيد كلنا نحن عنا معرفة لقدرة الشعراء على رسم لوحات بالكلمات، أو رسم الوجه بالكلمات بكثير، سواء قصائد أو خلينا نقول حتى بمراحل تاريخية، يعني من عصر الجاهلية بالشعر الجاهلي وصولا للمدارس الحديثة بالشعر، كان البورتري له حضور وحضور متنوع وجميل. ربما كان أستاذ حسام هو حضور تعويضي، لأنه الرسم في المرحلة الجاهلية أو الإسلامية الأموية العباسية لم يكن مزدهرا في العالم العربي. تماما. لم يكن، كان في الغرب موجود بقوة، لكن في العالم العربي كان ضعيفا جدا. فهل كانت ناحية تعويضية رسم البورتري بالكلام؟ بالتأكيد رسم البورتري
كان تأثر دائما بالمعتقدات. فينا نقول يعني نحن عندنا بالمنطقة العربية بمراحل كثير كان رسم البورتري هو كرسم من الأشياء الغير محبوبة أبدا، ويصل إلى درجة التحريم عند البعض تماما. فمن لاقي كان له في له مثل ما تفضلت تعويض سواء بالأدب أو بالشعر. والموضوع يعني كان رسم البورتري سواء بالأدب ولا بالشعر كان يكون له خلينا نقول أبعاد مختلفة عن البورتري المعروف بالصورة، لأنه كان يتناول الأبعاد النفسية والفكرية والحسية لصاحب البورتري، يلي سواء إذا كان الشاعر أو الأديب عم يوصف شخص معين أو عم يوصف شخص. فكانت أبعاده بالأدب كمان تناولت أبعاد مختلفة خاصة ومختلفة طبعا. طيب أستاذ حسام، ذكرنا في التقرير وأكدت حضرتك بأنه البورتري أحيانا يلجأ إلى إبراز الهيمنة، السطوة، السلطة، واعتمدت شخصيات على ذلك لإظهار وقارها جلالها من خلال البورتري. لماذا كان لصورة الوجه كل هذه الأهمية والقدرة على فرض السلطة؟ أنا برأيي الموضوع مو يعني فينا أسا نحكي نحن من جانب تاريخي، بس أنا عندي رؤية خاصة بهذا الموضوع. تفضل. برأيي الوجه بشكل عام، إذا ما نحكي نحن عن الوجه، الوجه بالنسبة للإنسان عبر من يعني خلينا نقول هاي شيء عام، الوعي الأول عنا كبشر بيبدأ من الوجوه. يعني الطفل أول ما بيصير بيقدر يكتشف محيطه بيكون قادر يشوف وجه أمه. فنحن عمليا كبشر الوعي الأول اللي بيخلق عنا هو وعي، الوعي اللي ناتج من وعي الوجوه أو وعي الوجوه. نعم. أو البدي يعني البدي لانجوج مثل ما بيقول. نعم، تعبيرات الجسدية. اللغة. نعم. لغة الجسد. نعم. مثل ما بنعرف انه الوجه هو يلي بيحمل كل المشاعر سواء الغضب او السعادة او اي شعور. الوجه قادر هو المسيطر على مرآة مشاعرنا فينا نقول. فمن هنا كان حضور البورتري في التاريخ او استخدامه في البدايات. خلينا نعود لبداية التاريخ، إنه كان الفن مختصر، كان حكر على طبقات معينة سواء كانت الطبقات المسيطرة أو الحاكمي أو الفئات الدينية. يعني بالنهاية هو يتبع للسلطة أو كان الدينية والزمنية، السلطتين الدينية والزمنية. نعم. فبهذيك المرحلة كان الفن أو الفنان كان غير 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 قادر على استخدام فنه لغاية الفن. كان مثل ما نحن بنعرف إنه كان كل شيء بخدمة السلطة. فعمليا وما زال في العالم العربي أستاذ حسام إلى حد بعيد. تماما. وما ننسى إنه البورتري وخاصة الرسم بمراحل يعني ببداية التاريخ كان هو الوسيلة الأساسية للتوثيق. فنحن وقت ما نحكي عن التوثيق فمن يصنعون التاريخ، يعني من يصنعون التاريخ هم الأبطال وهم المسيطرون أو إلى آخره. فكان وجود البورتري مرافق لصناعة هذا التاريخ أو توثيق هذا التاريخ، وبالتالي استخدم فن البورتري لإظهار عظمة وقوة أصحاب النفوذ بهذاك الزمن. طيب أستاذ حسام، حضرتك رسام، ولكن هنالك ما بعد الرسم بالنسبة للبورتري وما ربما يسرق منه الأضواء. هل ورث التصوير الفوتوغرافي فن البورتري؟ ما الفرق بين البورتري المصنوع بريشة الرسام والبورتري المشغول بعدسة المصور؟ فرق كبير طبعا. أنا هذا الحكي مو لأني مثلا رسام بورتريت، بحكي أنا كمان مصور فوتوغرافي.
تجربتي بالمجالين خلتني كمان كون فينا نقول رأي شخصي عن هذا الموضوع. يعني برأيي فن البورتري كرسم هو بعيد كل البعد عن الصورة. والسبب كثير كثير بسيط، لأنه الصورة هي لحظة، الكاميرا هي عم تلتقط هذا المشهد ضمن لحظة، فأنت قادر بهاي اللحظة توثق جزئي فقط. أما فن البورتري كرسم، إذا نرجع نحن نحكي عن مراحل تنفيذ البورتري، الزمن اللي بتحتاجه الفنان لإنجاز البورتري هو الفرق ما بين البورتري اللي بتصنعه الكاميرا وبين البورتري اللي بترسم بالإيد. جميل. لأنه نحن وقت ما بنحكي عن زمن لإنجاز هذا العمل، بنحكي عن الفنان نفسه، لأنه البورتري عم بيحتاج يعني وقت من الفنان، عم بيحتاج تفكيره. أنا وأي لوحة برسمها بحس فيها جزء من تاريخي، جزء من أفكاري بهذيك المرحلة. كمية الأفكار اللي بتخطر ببال الفنان أثناء إنتاجه لأي عمل فني بشكل أو بآخر بدها تكون جزء من هذا العمل الفني. فنحن وقت ما بنحكي عن بورتري داخل فيه ساعات عمل وتجربة وخبرة وأحاسيس ومشاعر، أكيد رح يكون له خصوصية كثير مختلفة عن شيء ديجيتال عم تلتقطه كاميرا بلحظة ممكن تكون أبداً غير حقيقية. لأنه أنت وقت ما بتتصور دائماً، أي إنسان بده يتصور فهو دائماً بده يتصور بأفضل حالاته. في ناس بتروح بتغير ثيابها، في ناس بدها تضطر. وهذا يعني هذا هو الفرق بين الإحساس والروح وبين الآلة. تمام. بقي معي يعني نصف دقيقة فقط، أريد أن أعود إلى موضوع كورونا. الإنسان يغطي وجهه في حالات الضعف، الخجل، البكاء. كيف انعكس اضطرار الإنسان لتغطية وجهه بالكمامة في فن ما بعد الجائحة؟ يعني أنا ما فيني أربط مثل ما فيني أربط الفكرة بنفس الطريقة. بس لا تعتبر حالة ضعف هي حالة ضعف، لأنه حالة اضطرارية. يعني هي أكيد حالة ضعف وأكيد حالة خوف ورهبة. يعني الظرف الزمني اللي ما موجودون فيه فرض علينا الكمامي، وأكيد الكمامي رح وجوده بحياتنا أكيد رح يفرض وجوده بتفاصيل كثيرة، أكيد من اللوحة وبشكل أساسي والفن والشعر والأدب. ونحن بلشنا نشوف أول ما بدأت بعاداتنا الاجتماعية من الأساس، يعني فهي بدأت بتغيير ثقافتنا بشكل أو بآخر. وراح يكون مع استمرار الزمن أكيد راح تكون تأثيرها أكبر، سواء كان على الفن أو على الحياة بشكل عام. والحقيقة كان الأقدر لحد الآن على نقل هذه الصور والتقاط حتى هذه المشاعر هو فن البورتري. أشكرك شكرا جزيلا الفنان حسام علوم، كنت معنا من تورنتو بكندا. الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر. نجح الفنان السوري العالمي لؤي كيالي في كتابة تاريخه الشخصي وانتكاساته النفسية من خلال سلسلة لوحاته التي تكفي لنكتشف سيرة هذا الرجل من دون أن نقرأ كلمة واحدة عنه. ولكن لا بأس بمزيد من الاطلاع على تجربة رائد فن البورتري السوري الذي مات محترقا كما كان مصير الكثير من لوحاته. إليكم بعض الفصول من سيرة لؤي كيالي.
يحكى أن الجاحظ كان واقفاً أمام بيته، فمرت به امرأة حسناء، ابتسمت له وقالت: لي إليك حاجة. قال الجاحظ: وما حاجتك؟ قالت: أريدك أن تذهب معي. قال: إلى أين؟ قالت: اتبعني دون سؤال. فتبعها الجاحظ إلى أن وصلا إلى دكان صائغ، وهناك قالت المرأة للصائغ: مثل هذا، ثم انصرفت. سأل الجاحظ الصائغ عن معنى ما قالته المرأة، فقال الصائغ: لا تؤاخذني، لقد أتتني المرأة بخاتم وطلبت مني أن أنقش عليه صورة شيطان، فقلت لها: ما رأيت شيطانا في حياتي. فقالت: عليك الصنعة وأنا علي أن أحضر الشيطان، وأتت بك. أوليس هذا شكلا من أشكال البورتريه؟ دمتم بخير أيها الأحبة.